السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بطلاب الصف الأول الابتدائي، برحب بيكم وبقول لكم أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس مهم جدا من الدروس المقررة علينا في منهج الترم الثاني. زي ما احنا متعودين دايما بنتقابل كل يوم في درس جديد من الدروس المقررة علينا من مناهج الترم الثاني. درس النهاردة يا أولاد بعنوان ياء الملكية. درس النهاردة يا أولاد بعنوان ياء الملكية. قبل ما ندخل على الدرس بنعيد الترحيب بطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي وبقول لكم أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس جديد من الدروس المقررة علينا في منهج الترم الثاني وهو بعنوان ياء الملكية. ياء الملكية وهو من الدروس المهمة جدا اللي احنا لازما نركز عليها كويس جدا علشان ان شاء الله هتفيدنا في كل المراحل اللي جاي. درس النهاردة يا ولاد بعنوان ياء الملكية. ايه هي ياء الملكية؟ نركز مع بعض. قالك ياء الملكية يا ولاد هي ياء تقف بعد الاسم لتجعل الشيء الذي اتحدث عنه ملكي. هي ياء تقف بعد الاسم لتجعل الشيء الذي اتحدث عنه ملكي. مثل لما اقول كتاب كتابي، قلم قلمي، فصل فصلي. يعني ايه يا اولاد ياء الملكية؟ يعني ايه جملة برضو هي ياء تقف بعد الاسم لتجعل الشيء الذي اتحدث عنه ملكي؟ يعني ياء الملكية دي يا ولاد بتيجي في آخر الاسم، هي عبارة عن ياء بالشكل اللي هي معروفة قدامكم دي. في كلمة كتابي آخرها ياء، قلمي آخرها ياء، فصل آخرها فصلي آخرها ياء. فياء الملكية هي ياء في آخر الكلمة بتأتي بعد الاسم، يعني في نهاية الاسم، لتجعل الشيء الذي أتحدث عنه ملكي. يعني بتخلي الشيء اللي أنا بتكلم عنه ملكي، يعني يخصني بتاعي أنا. لما أقول كتاب هو أي كتاب، طب لما ضفت له ياء الملكية بقى اسمه كتابي، معناه اللي هو كتاب بتاعي أنا، يعني مكتوب عليه اسمي. لما أقول كلمة قلم عاوز أضيف لها ياء الملكية تبقى قلمي، يعني القلم بتاعي أنا. فصل أضيف لها ياء الملكية تبقى فصلي، الفصل اللي أنا بقعد أذاكر فيه كل يوم. طيب ملحوظة هم، ركز معي. قالك لو الكلمة تنتهي بتاء مربوطة، قالك كلمة تنتهي بتاء مربوطة عاوز أضيف لها ياء الملكية، قالك أحولها من تاء مربوطة إلى تاء مفتوحة. عند التحويل الكلمة بتنتهي بتاء مربوطة تحول إلى تاء مفتوح. يعني كلمة يا أولاد عند آخرها تاء مربوطة عاوز أضيف لها ياء الملكية، قالك أحولها من تاء مربوطة إلى تاء مفتوح. زي مثلا لما أقول مدرسة، مدرسة آخرها تاء مربوطة، عاوز أضيف لها ياء الملكية هتكون مدرستي، حولتها من تاء مربوطة إلى تاء مفتوحة، مدرستي. كلمة زي كلمة حقيبة آخرها تاء مربوطة، عاوز أضيف لها ياء الملكية، قالك حولها من تاء مربوطة إلى تاء مفتوحة، حقيبتي، حولتها من تاء مربوطة إلى تاء مفتوحة. كلمة لعبة آخرها تاء مربوطة، عاوز أضيف لها ياء الملكية، قالك قبل ما تضيف لها ياء الملكية هتحولها إلى تاء مفتوحة، هتبقى لعبتي، هتبقى لعبتي. ده يا ولاد درس النهاردة، هو درس سهل جدا، ده من أسهل الدروس الموجودة عليك في منهج الترم الثاني. بس مش معنى اللي هو من أسهل الدروس، لا، احنا لازم نركز عليه ونحل تدريبات كتير عليه. يبقى درس النهاردة يا ولاد اسمه ايه؟ ياء الملكية. درس النهاردة بعنوان ايه؟ ياء الملكية. قالك ياء الملكية هي ياء، عبارة عن ياء تأتي بعد الاسم، بتيجي بعد الاسم لتجعل الشيء الذي اتحدث عنه ملكي، تخلي الحاجة اللي بتكلم عنها دي بتاعتي انا. زي كتاب تبقى كتابي، قلم تبقى قلمي، فصل تبقى فصلي.
طب لو الكلمة آخرها تاء مربوطة زي مدرسة زي حقيبة زي لعبة، قال لك تحولها من تاء مربوطة إلى تاء مفتوحة، تحولها من تاء مربوطة إلى تاء مفتوحة. مثل كلمة مدرسة، مدرسة آخرها تاء مربوطة، عاوز أضيف لها ياء الملكية، أحولها من تاء مربوطة إلى تاء مفتوحة، هتكون مدرسة، هتبقى مدرسة تي. وقدامك عندك ايه؟ كلمة مدرسة اخرها تاء مربوطة، حولتها الى تاء مفتوحة، بعد كده ضفت لها ياء الملكية. كلمة حقيبة اخرها تاء مربوطة، حولتها من تاء مربوطة الى تاء مفتوحة، حقيبة هتكون حقيبتي، حولت التاء المربوطة الى تاء مفتوحة وضفت لها ياء الملكية، تبقى حقيبتي. لعبة اخرها برضو تاء مربوطة، عند ضافة ياء الملكية حولتها من التاء المربوطة الى تاء مفتوحة وضفت لها ياء الملكية. ده يا ولاد كان درس النهاردة، ده شرح درس النهاردة. يبقى درس النهاردة بعنوان ايه يا ولاد؟ ياء الملكية. درس النهاردة بعنوان ياء الملكية. اسأل طالبة وقول لها فهمتي ايه من ياء الملكية؟ تقول لي يا مستر فهمتي من ياء الملكية ان الاسم اخره حرف الياء. اقول لها ممتازة، فعلا يا ولاد ان الاسم اخره حرف الياء، بس حرف الياء ده بيجعل الشيء ملكي، حاجة تخصني، حاجة بتاعتي مش بتاعت غيري. اقول لطالب تاني طب اديني مثال على ياء الملكية، يقول لي يا مستر كتاب، اضيف لها ياء ملكية تبقى كتابي، قلم اضيف لها ياء ملكية تبقى قلمي، بيت اضيف له ياء ملكية تبقى بيتي، فصل اضيف له ياء ملكية يبقى فصلي. تمام. طب اسأل طالب واقول له طب انا عندي كلمة اخرها تاء مربوطة زي كلمة مدرسة، كلمة حديقة، كلمة حقيبة، كلمة لعبة، عاوز اضيف لها ياء ملكية، اعمل ايه؟ قال لي يا مستر لو الكلمة اخرها تاء مربوطة زي ما حضرتك قلت لنا وانا عاوز اضيف لها ياء ملكية، احول التاء المربوطة الى تاء مفتوحة وبعد كده اضيف لها ياء الملكية. اقول له ممتاز، اديني مثال بقى. كلمة حقيبة اخرها تاء مربوطة، عاوز اضيف لها ياء الملكية، احولها الاول يا مستر من تاء مربوطة الى تاء مفتوحة، هتبقى حقيبة تي، وبعد كده اضيف لها ياء الملكية. لعبة اخرها تاء مربوطة، عاوز اضيف لها ياء الملكية، هتقول لي يا مستر قبل ما اضيف لها ياء ملكية احولها من تاء مربوطة الى تاء مفتوحة، بعد كده اضيف لها ياء الملكية، هتبقى لعبة. بعد اضافة ياء الملكية وتحويل التاء المربوطة الى تاء مفتوحة هتبقى لعبتي. مدرسة، مدرسة اخرها تاء مربوطة، اسأل بنتي ولا احولي لي كلمة مدرسة او ضيفي لي ياء الملكية الى كلمة مدرسة، هتقول لي يا مستر حضرتك قلت لنا الاول قبل ما اضيف ياء الملكية ان الكلمة لو اخرها تاء مربوطة احولها من تاء مربوطة الى تاء مفتوحة، بعد كده اضيف لها ياء الملكية. مدرسة هتبقى يا مستر بعد تحويل التاء المربوطة الى تاء مفتوحة وبعد اضافة ياء الملكية هتكون مدرستي. ده يا ولاد درس النهاردة ياء الملكية، نعيده كمان مرة. يبقى ياء الملكية يا ولاد هي ياء عبارة عن ياء تقف بعد الاسم، تأتي بعد الاسم، ليه؟ لتجعل الشيء الذي اتحدث عنه ملكي، تخلي الشيء اللي اتكلم عنه بتاعي انا، يخصني انا بس. كتاب كتابي، قلم قلمي، فصل فصلي. اذا كانت الكلمة تنتهي بتاء مربوطة وانا عاوز اضيف لها ياء الملكية احول الكلمة التي تنتهي بتاء مربوطة الى تاء مفتوحة، بعد كده اضيف لها ياء الملكية. مدرسة هتبقى مدرستي، حقيبة حقيبتي، لعبة لعبتي. تدريبات على ياء الملكية، تدريبات على ياء الملكية. ادخل على الكلمات الآتية ياء الملكية. عنوان السؤال يا ولاد بيقول ادخل على الكلمات الآتية ياء الملكية، عاوز اضيف ياء الملكية، هي سهلة، اي كلمة اضيف لها ياء اخرها ياء هتخلي الشيء ملكي،
بتاعي انا، حاجة يخصني انا. بس في حاجة يا ولاد نركز عليها، الا الكلمة لو كان اخرها تاء مربوطة احولها من تاء مربوطة الاول الى تاء مفتوحة، وبعد كده اضيف ياء الملكية. متفقين على كده؟ تمام. كلمة قلم اضيف له ياء الملكية هيكون قلمي. كلمة قلم ضفت له ياء الملكية بقى يخصني انا قلمي. كتاب ضفت له ياء الملكية بقى كتابي. علم ضفت له ياء الملكية علمي. اب ضفت له ياء الملكية ابي. ام ضفت له ياء الملكية امي. مدرسة اخرها ايه؟ تاء مربوطة. ما ينفعش اضيف ياء الملكية الا لما احول التاء المربوطة الاول يا ولاد الى تاء، كل يقول معايا الى تاء مفتوحة. فكلمة مدرسة احول الاول التاء المربوطة الى تاء مفتوحة، وبعد كده اضيف ياء الملكية بقت مدرستي. اخ بعد اضافة ياء الملكية اخي. اخت بعد اضافة ياء الملكية اختي. ولد بعد اضافة ياء الملكية ولدي. مرة كمان تدريبات على ياء الملكية. ادخل على الكلمات الاتية ياء الملكية. عاوز يا ولاد اضيف ياء الملكية. قلم بعد اضافة ياء الملكية قلمي. كتاب بعد اضافة ياء الملكية كتابي. علم بعد اضافة ياء الملكية علمي. اب بعد اضافة ياء الملكية ابي. ام بعد اضافة ياء الملكية امي. مدرسة اخرها تاء مربوطة، مش هضيف ياء الملكية الا لما احول التاء المربوطة الى تاء مفتوحة، هتكون كلمة مدرستي. اخ بعد اضافة ياء الملكية اخي. اخت بعد اضافة ياء الملكية اختي. ولد بعد اضافة ياء الملكية ولدي. سؤال كمان بعنوان تابع تدريبات على ياء الملكية. تابع تدريبات على ياء الملكية. ادخل على الكلمات الآتية ياء الملكية. ادخل على الكلمات الآتية ياء الملكية. قلم قلمي. كرة كرتي. ألاحظ ان كلمة كرة اخرها تاء مربوطة. عند اضافة ياء الملكية احول الاول التاء المربوطة الى تاء مفتوحة، بعد كده اضيف ياء الملكية. كرة كرتي. لعبة لعبتي. الاحظ ان كلمة لعبة اخرها تاء مربوطة، احول الاول التاء المربوطة الى تاء مفتوحة، بعد كده اضيف ياء الملكية بقت لعبتي. حقيبة اخرها تاء مربوطة، عاوز اضيف لها ياء الملكية، احول الاول التاء المربوطة الى تاء مفتوحة، وبعد كده اضيف ياء الملكية بقت حقيبتي. وطن اضافة ياء الملكية وطني. الوان اضافة ياء الملكية الواني. يد اضافة ياء الملكية يدي. فصل اضافة ياء الملكية فصلي. قميص اضافة ياء الملكية قميصي. السؤال مرة كمان بيقول ادخل على الكلمات الآتية ياء الملكية. قلم قلمي. كرة اخرها تاء مربوطة، حولتها الاول الى تاء مفتوحة، بعد كده ضفت ياء الملكية كرتي. لعبة اخرها تاء مربوطة، احولها اضيف لها ياء الملكية، احولها الاول الى تاء مفتوحة لعبتي. حقيبة اخرها تاء مربوطة، قبل ما اضيف لها ياء الملكية احولها الى تاء مفتوحة حقيبتي. وطن اضافة ياء الملكية وطني. الوان اضافة ياء الملكية الواني. يد اضافة ياء الملكية يدي. فصل اضافة ياء الملكية فصلي. قميص اضافة ياء الملكية قميصي. تابع تدريبات على ياء الملكية. تابع تدريبات على ياء الملكية. ضع ياء الملكية الى اجزاء الجسم. عاوز بقى يا ولاد اضيف ياء الملكية الى اجزاء الجسم. اظن ده درس سهل جدا، بس نركز في الحتة اللي هي بتقول ان الكلمة لو اخرها تاء مربوطة ما اضيفش يا ولاد ياء الملكية الا بعد ما حولها لتاء مفتوحة. اللي قال لي تاء مفتوحة ممتاز. شعر اضافة ياء الملكية شعري. زراع اضافة ياء الملكية زراعي. يد اضافة ياء الملكية يدي. قدم اضافة ياء الملكية قدمي. اذن اضافة ياء الملكية اذني. مرة كمان ضع ياء الملكية الى اجزاء الجسم. شعر شعري.
ذراع ذراعي يد يدي قدم قدمي أذن أذني إصبع إصبعي إصبع إصبعي ساق ساقي ساق ساقي. ده يا أولاد درس النهاردة اللي هو بعنوان ياء الملكية. قلنا هو درس سهل جدا بس برضو من الدروس المهمة والمقررة علينا في منهج الترم الثاني. لازم يا أولاد نركز في الدرس ده اللي هو بعنوان ايه؟ ياء الملكية. نفتكر مع بعض ان ياء الملكية هي ياء بتأتي بعد الاسم لتجعل الشيء الذي أتحدث عنه ملكي، بتخلي الشيء اللي بتكلم عنه ده بتاعي. وفاست في ملحوظة مهمة جدا، وقلنا ان الكلمة لو اخرها تاء مربوطة احول التاء المربوطة الى تاء مفتوحة، ثم بعد ذلك اضيف ياء الملكية. كده يا اولاد خلصنا شرح درس النهاردة اللي هو بعنوان ياء الملكية. باذن الله هنتقابل قريب في درس جديد من الدروس المقررة علينا في منهج الترم الثاني. اشوفكم بخير يا اولاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.